الو ايه بابا؟ انا حنين. حنين وين ومن ايه؟ اتهمت عصابه البيت اللي نحن قاعدين فيه وبدهم ياخدوا اخي منير مني. مين هن؟ انت وين؟ انت وين؟ حنين قولي لي انت وين؟ انا ببيت شكل الاسره. هاتي لشوف. حتى لو قالت لك وين هي يا مقدم ما رح تلحق تعمل شيء. مين معي؟ معقولة؟ هيك بزعل منك ها؟ شو نسيت صوتي؟ شوف أنا جاهز لأي شيء بدكم إياه بدون أي مناقشة. حلو الكلام، لكن الليلة يا مقدم عزمك على أكلة شاورما على كيف كيفك. مين عم يحكي مين؟ اسمع ولا ابنك الصغير اللي الله لا يخليني إذا بخلي لك إياه صار معي وفوقه كمان حبة مسك اللي هي بنتك الجدعة يعني عرضك. وهلأ آسف أنا تأخرت، رح أتركك تتخيل شو ممكن يصير.